كابتن جوهر نبيل، قول لي مشاعرك. مدام لميس، يعني انا مبسوط جدا بالتون بتاعك، بالانرجي بتاعتك، بالحكايه اللي انت طالعه بيها وحاسه بيها. ولما بتخيل ان لعبتي لعبتنا لعبه كره اليد هي اللي مخليه الشعب المصري، ومدام لميس كمان بالانرجي دي، فحاجه الحقيقه بتسعدنا احنا كابناء لعبه واسره لعب كره اليد. لا احنا فرحانين بيهم بقالنا فتره، يعني احنا يعني من فتره، فاكر من وقت البطوله السابقه اللي كانت موجوده في مصر ايضا، بطوله العالم اللي بالظبط في مصر في يناير اللي فات بالظبط، ابتدينا نرتبط بكره اليد، واكيد كتير من الجماهير ادركوا انه القصه في رياضات كثيره، وبقينا مرتبطين برياضات كثيره، فما بالك بقى بكره اليد اللي فيها عدد من المحترفين، والحقيقه بتحقق لنا كثير من سعادة، وبنشعر بمجهود اللعيبة. اللعيبة بتاكل الأرض فعلا، لعيبة رجالة بجد، وبينزلوا يا مدام لميس. بلدنا دي فيها إمكانيات بشرية يعني مش موجودة في أي حتة في العالم، على مستوى لو هنتكلم على الرياضة، مستوى الألعاب الفردية، الألعاب الجماعية، ولكن كيفية إدارة الموارد البشرية هي دي الأساس، وهي دي مشكلة المشاكل عندنا في الرياضة. ولكن الفترة اللي فاتت ابتدينا نشوف إنجازات جيدة جدا في ألعاب فردية، ألعاب جماعية، وهنا بنتكلم عن كرة اليد كلعبة جماعية، مش بنحقق بس بطولات أفريقية، لا أفريقية وعالمية وقارية وأولمبية، سواء مراكز أو ميداليات. وأما البطولة اللي هي في مصر فدي حاجة جميلة طبعا. نهائي جميل، نهائي مع منتخب محترم، حصان أسود في البطولة، ما كانش حد متخيل هو يطلع نهائي أبدا، حضور جماهيري، حضور كمان رئيس الوزراء، كمان راجل لعيب كرة وهو لعيب كرة يد أصلا، فهو فرحته بزيادة يعني. طبعا وزير شباب والرياضة راجل أصلا أكاديمي، الدكتور أشرف صبحي، تربية رياضية مهتم بكل الألعاب مش بس كرة القدم، دكتور حسن مصطفى الراجل المصري عظيم عظيم، صاحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. خلي بال حضرتك كمان، يعني الحقيقه العرس النهارده عرس مصري خالص، حتى في النهائي مش بس منتخب مصر كسب، كمان في راجل مصري كسب، دكتور حسن مصطفى ده من الناس اللي كانت بتنادي ان في منتخبات تانية وبلاد تانية لازم تنمى فيها كره اليد، من ضمنها على فكره كيب فيردي. كيب فيردي ده اصلا اللغه بتاعتهم لغه برتغاليه، عشان كده تلاقي معظم اللعيبه اللي تم الاستعانه بيهم كمحترفين في البرتغال. النهارده اليوم الحقيقه كرنفال كان جميل جدا النهارده.